صباح الخير لكل مشاهدي أحلى صباح اللي انضموا لنا هلأ لنقضي سوا صبحية عبر شاشة تلفزيون لبنان. أنا والزميل جوزيف إبراهيم نقضي معكم أكثر من ساعتين من الوقت مع مجموعة من الضيوف ومن المواضيع المتنوعة، وأكيد بهالأيام القليلة اللي بتفصلنا عن نهاية شهر رمضان الكريم وعيد الفطر السعيد اللي بنتمنى يكون عم بيحمل معه كل الخير والبركة للبنان ولكل اللبنانيين. طبعا يمكن أوقات العيد بهيد الزحمة بعد تحديات مع الصعوبات اللي عم نمرق فيها بنفقد معاني، بنصير نتساءل يمكن شو معنى العيد، وبنشعر انه العيد هو اكثر فرحه للصغار اكثر مما هو للكبار، انما صدقوني قادرين حتى بحي العمر نلاقي فرحه الاعياد. خلينا نعتبر العيد هو واحد او محطه استراحه بقلب رحله الحياه اللي مليانه صعوبات، لنكون فعليا عم نرجع نتقرب من بعض، عم نتقرب من بعض كلبنانيين كعيل كاحبه كاشخاص يمكن اشتاقوا يجتمعوا مع بعضهم، ودائما ما بدنا نفقد المعنى الرباني للعيد، لانه اكيد من بعد هالشهر الفضيل والشهر اللي مليان عباده حلو نستمر بهالعباده من بعد رمضان الكريم، ونحمل كل الاشياء الحلوه اللي ربحناها بهذا الشهر وكسبناها نحملها زواده لبقيه العام، ونضلنا عايشين بجو من الخشوع من الرجاء ودائما الاتكال على الله لانه ما لنا غيره. بهالصبحيه رح يكون عندنا مواضيع عديده، والبدايه دائما انا وجوزيف. صباح الخير جوزيف. بونجور بشارة، بونجور كمان لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا. بتعرف بشارة مثل ما ذكرت يعني فترة عيد، ودائما بالاعياد بيكون عندنا يمكن رهجة زيادة، بنكون فرحانين بطريقة أكثر، نحكي مع بعض أكثر، نتقرب من بعض أكثر، وبعد العيد دغري بينزل كل شيء. فخلينا ناخذ هيدي الفترة شوي يعني بعدنا بأجواء الأعياد نكون محمسين، نحط خطة شو بدنا نعمل، شو بدنا نغير بحياتنا، شو عبالنا نجرب شيء جديد، كرمال إذا بعدين حسينا ما بقى في شيء نعمله، لا عم نحكي عن العيد لا تحضيرات ولا شيء، نجي نقول خلينا نعمل هالاشياء اللي واقفة علينا. والأهم نستفيد من فترة الأعياد، يعني أوقات العيد بيكون يمكن 3-4 أيام فرصة، أوقات بيمرقوا ما بنكون كتير عاملين بلانس، فبيمرقوا ما بنستفيد منهم. حلو من هلأ نبلش نفكر كيف حابين نستفيد من هالكم يوم، حتى لو مش مسافرين كيف حابين يمكن نقضي هيدا العطلة، حابين نروح لمحل نزور مكان بلبنان أو نقضي مع أشخاص بنحبهم صرنا زمان ما شفناهم. البلانينج دايما مفيد وبيخلينا نشعر أنه عم نستعمل الوقت بشكل صح. أكيد، وخاصة أنه قطع الشهر كله ما حسينا فيه، يعني ثائبت أنه الشهر كله أعياد، فكمان خلينا نضل على هيدي هيك الحماس اللي عشناه هيدا الشهر ونكمل حياتنا بهيدي الطريقة. وبنعرف يعني صيفية عم بتقرب، بكرة كتير عالم رح تجي على لبنان، كمان رح يتغيروا الأجواء، فإن شاء الله يكون كمان هيدا كله شيء أمل وصفحة جديدة كمان. بكل حال يعني الطقس محسن، وبعد شهر رح نكون مع أحوال الطقس هيك بخليك تشعر براحة جديدة، وبنحس فعليا أنه نحن عن جد بشهر الربيع من بعد يعني هالموجة السقعة اللي مرقت من أسبوعين، عم نرجع نحس هيك بنوع من تجدد. اليوم بحلقتنا رح يكون عنا كتير مواضيع من وحي شهر رمضان من وحي العيد، وأهمهم رح نكون عم نضوي على مبادرات إنسانية وجمعيات خيرية عم بيعطوا كتير بفترة الأعياد، لأنه منعرف الأعياد البيضة كتيرة والحاجة للأسف صارت كمان كتير كبيرة. أكيد، وبتعرف بشارة يعني على الأنشطة والأحداث اللي عم بتصير كمان بنضوي على المبادرات الفردية، أو إذا حدا لبناني كمان لمع اسمه بالخارج، عنا اليوم مقابلة كمان خاصة مع روز بشارة اللي هي قدمت زيت زيتون وربحت زيت زيتون من دير ميماس، بالتحديد حازت على جائزة ذهبية بمسابقة عالمية للجودة صارت بنيويورك لزيت الزيتون بالتحديد، وربحت هي الجائزة الأولى. كمان دايما منتجات اللبنانية بتنجح بالخارج، وصار في على كل حال ترند بالفترة الماضية، يعني من تقريبا من 10 سنين لليوم الناس بيحبوا يرجعوا لكل شيء أصلي وكل شيء أوثنتيك، حتى لما يسافروا بيحبوا يقعدوا مع اللوكال كوميونيتيز، بيحبوا يقعدوا مع الأشخاص اللي أصلهم من هيدا الأرض وياكلوا من منتجاتهم. وبعتقد اليوم يعني هيك إذا زيت زيتون تبع دير ميماس صار وين ما كان بالعالم هيدا فخر كتير كبير للبنان. أكيد، يعني كمان بتعرف بشارة قصة الزيت الزيتون معروف بلبنان، ونحن بنعرف قد ايه عنا بريق الزيت قد ايه عنا أشجار زيتون، يعني عالم بتكون صح بغير بلاد عم تستورد، نحن عنا هن بكثرة، فأكيد نحكي مع روز أكثر بهذا الموضوع. مستشار ورئيس ديوان البعثة الماليزية بلبنان رح يكون معنا اليوم كمان جوزيف بفقرة جوال عزيز، أكيد ليكون عم بيدوي أكثر على دور البعثة بلبنان، نحكي أكثر عن العلاقات المميزة اللي بتربط ماليزيا ولبنان، يمكن هلا مع اقتراب الصيفية مش غلط
غلط نكون عم نسافر على ماليزيا لنغير جو. كمان رح نكون مع ابونا فريد لحود، المسؤول الروحي والاجتماعي ومسؤول العلاقات العامة والشؤون القضائية والقانونية في المرشدية العامة للسجون. رح نحكي معه عن حفل تسليم شهادات دورات محو الأمية واللغة الإنجليزية لطلاب من نزلاء سجن رومية، عملوا لهم تعليم للغة الإنجليزية وأكيد أعطيهم شهادات. كثير مهم هيدا الموضوع، يعني بتعرف قد ما عندنا مشاكل بلبنان صرنا بننسى المساجين، بس هن موجودين ويعني مسجونين قد ايه صار لهم، وللأسف بدهم كثير حقوق لأنه نحن السجون مكتظة وأوفر كراودد، كتير حلو نكون على العيد عم نفكر بهول الأشخاص. دايما منقول إنه السجن لازم يكون مكان لإعادة التأهيل، مش مكان للشخص يرجع ينزوي على ذاته ويرجع يمكن للجريمة أو للغلط اللي عمله، يكون عم بيقدر يستفيد من هالمرحلة ليكون عم بيفكر مستقبليا بحياته ويكون عم بيكتسب مهارات جديدة يقدر يطلع من اللي هو فيه. أكيد يطلع فرد اجتماعي وفرد بيقدر يكون عن جد ناتج بالمجتمع. رح نحكي اليوم كمان مع جميل ظاهر، رح يكون ضيفي بأحلى صباح، وهو رئيس مؤسسة الأمانة الأهلية، لنحكي عن إفطارات للمسنين خلال شهر رمضان الكريم عم بتصير أكيد، لنكون عم نساعد المسنين بهيدي الفترة وما ننسى حدا على العيد. كمان رح نتعرف على جمعية أنا طبيب مع سوريا عرابي ومحمد فواز، بنبقى آخر مقابلة رح تكون كمان عن هذه الجمعية. بتعرف شارة مثل ما ذكرنا الطقس عم بيتغير كتير، خلص ممنوع بقى يتغير، نحن مبسوطين بالأخذ وطقس، كان في شوي رتوبة وبعتقد شتت الدنيا الصبح من وراء هالموضوع، بس جوسلين بوفارس من مصلحة الأرصاد الجوية معنا رح تخبرنا كل التفاصيل. بونجور جوسلين. بونجور، كيفك اليوم؟ الحمد لله ماشي الحال. ماشي الحال، كيف الطقس؟ خبرينا شوي أكتر. طقسنا الربيع متقلب هالكم يوم، خاصة بداية اليوم بلشت بهيك بعض الأمطار الخفيفة، هي نتيجة الغيوم المتوسطة اللي تشكلت بالفترة المسائية، هلا مكمل تأثيرها كل نهار وراح تضل هيك تعطينا شوية أمطار خفيفة بين الفترة الصباحية والمسائية، بالنهار راح تختفي لأنه مع ارتفاع درجات الحرارة اللي هي نسبيا أقل من امبارح. بكرة طقسنا ببلش كمان الصبح الفترة الصباحية يكون طقس غائم، عندنا ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، انخفاض بدرجات الحرارة بشكل ملموس خاصة المناطق الساحلية، ورياح ناشطة أحيانا، ومتوقع بعض الأمطار المتفرقة فترة قبل الظهر مع احتمال لبرق ورعد خاصة مناطق الشمالية والشمالية الداخلية. بيرجع بعدين بعد الظهر بيكمل الطقس بطريقة غائم جزئيا وبس بيستمر تشكل الضباب. الجمعة طقسنا قليل الغيوم بيتحول مساء إلى غائم جزئيا، عندنا انخفاض بدرجات الحرارة واستمرار بتشكل الضباب على المرتفعات. نهار السبت طقسنا بالإجمال جيد يعني مشمس، بس في عنا ضباب على المرتفعات المنخفضة يعني ما دون 700 متر. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم على الساحل رح تتراوح من 18 ل 27 درجة، فوق جبال من 12 ل 26، وبالبقى من 14 ل 27 درجة. الرياح السطحية عم بتكون متقلبة ضعيفة، سرعتها من 28 كيلومتر بالساعة، والرؤية اليوم إجمالا متوسطة خاصة على الجبال بسبب الضباب، ورطوبة على الساحل بين 45 وال 75%. كل شيء لليوم. مرسي جوستين، بس عم نحس شوي رطوبة أكثر من 45%، بس لا لا 45 هلا فترة المسائية بعد ما هيدا تصير الأشياء هي على الواطي. أكيد. إحنا لأنه لو غيوم لو الرطوبة عالية كان مستوى الغيوم بيكون منخفض مش متوسط. اوكي مرسي كثير لك جوستين وفارس، مرسي على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، يعني بتعرف الاشخاص كثير حبيت هالنشره. انا سمعت برق ورعد طبعا، حالي ما سمعت هالشغله الصيفيه طلع لا بعد في برق ورعد، رح ترجع تنزل درجات الحراره حسب ما خبرت كل العالم جوستين. يعني هيك بتحسهم مشتاقين امبارحه شوبت شوي ما شفت الا شورتات، انا وين ما كان العالم بدهم يصرفوا الصيف. وبما انه الصيفيه قربت كمان الاشياء لازم نحضرها، نعمل شويه سبور او حركه شوب مش شوب في وقت للسبور الصبح، وناخذ كمان كم هيك موف نقدر نعملهم على البحر. كوتش ريان خليل دايما بفكرة سبور بيعطينا كل هول التبس، فمنكم معه هلا. بونجور واهلا وسهلا فيكم from the fit house ريتيم. اليوم انا ولارا، هلو لارا، حنشتغل full arms workout biceps triceps وشولدرز. ready لارا، حنبلش اول حركة overhead press. Let's go, come on. Okay. الغلط اللي عم تعمله لارا انه ايدها جايب هذه الطريقة
عطول ايدينا جالسين، القلب شوي مقرب لقدام، and let's go. One. Very good. عطول سرعة medium، ما نكون كتير سريعين، ما نكون كتير بطيئين. ما نكون كتير سريعين to avoid injury، وما نكون كتير بطيئين كرمال النيرفس سيستم ما يتأثر. عطول medium speed هي الperfect. Very good. Nice. Nice. كتير منيح. حنعمل 5 more and 1. Nice. 2. Very good. 3. 4. and 5. Relax شوي. مننزل الدمبلز. اوكي. حنفوت حركة هيت. نعلي شوي دقات قلبنا ونحرق more calories على الستفر. 1. 2. Nice. 3. 4. Very good. 5. Amazing. 6. 7. 8. 9. And relax. Guys, جربوا هيدي الحركة. كتير بتساعدكم بحياتكم وبالديلي تاسكس تبعولكم كل يوم. بتصير التعب بتحسوه، ليفل التعب بتصيروا تحسوه أقل وأقل وأقل. تاني حركة بلشنا شولدر بريس. تاني حركة حنعمل فلاي. Let's go. Very good. عطول وقت ما نطلع chest up، اجرينا لارا شوي منوسعون تحت الشولدرز to avoid injuries. And one. لاحظوا لارا كيف القلب تبعها شوي مطعوج. Perfect form. Very good. Nice. Nice. Amazing. كتير منيح. كتير منيح. حنعمل 4 more repetitions وكمان منرجع منفوت تمرينة هيت اللي عملناها أول شيء. Very good Lara. Very nice. مننزلها and let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and relax. Inhale, exhale. نشرب مي، الطاقة الشوب، لازم نضل hydrated قد ما فينا كرمال ما ندوخ ونوقع ونتعب، خصوصا انه عم نعمل high intensity interval training. اوكي؟ وبنرجع بنعمل shoulder press. حنرجع نعيد اول حركة نرجيكم عليها. Let's go. مثل ما قلنا ايدينا شولدرز لقدام شوي. Let's go. 1. Very good. 2. Nice. 3. كتير منيح. ننزل أكتر شوي بعد لارا. Very good. كتير منيح. 6. Nice. 7. Perfect. 3 more. 8. 2 more. 9. And 10. وليش ما بنعملها as a circuit training؟ منفوت دغري flies لارا. يلا let's go. Flies. 1 2 3. Very good. 4 5 6 7 8 9. تكون بينا وبين حالة لارا هلا عم تدعي علي. Very good. Last one. Last rep. Push yourself. Very good. وعلى الستفر. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. Guys, شو هي circuit training؟ Circuit training it's a workout مؤلفة. For example، نعمل 1 circuit 2 rounds. يعني كل راوند بيكون بقلبها من 2 ل 4 moves. بنعملهم كلهم مع بعض. ممكن نفوت معهم strength training for example مثل shoulders press. اوكي. بنفوت معهم endurance training مثل الحركة اللي عم نعملها على الستفر. اوكي. شو عنا من بعدها؟ حنتمرن هلا biceps. حنعمل حركتين biceps. حنعمل biceps curl. نعمل squeeze للبايسبس لارا. Let's go. 1. Okay, very good. Come on. 2. Nice.
هاعطيكم تريك صغيرة. خلينا فوق لارا، هاعطيكم تريك لنحسن من عضلة البايسبس تبعيتنا. وقت ما نصير فوق بنعمل تويست صغيرة. ليش بنعمل تويست صغيرة؟ كرمال تبرم البايسبس عنا أكتر. هيدي بتصور بتهم الشباب أكتر من البنات. Let's go, come on, very good. Nice. كتير منيح. Very nice. Perfect. منبرم شوي لارا على الكاميرا، منعطي السايد كرمال يشوفوا كيف عم الحركة عم تتنفذ. Very good. كتير منيح. Nice. Amazing. Amazing. Very good. Nice. ومنعمل 3 more لارا. Come on. Guys, ما تغشوا. نعمل 1-1. مش 1-2. بنقول عملنا 10 repetitions. Let's go. Come on. آخر rep. Very good. Nice. مننزل الدمبل. لارا. حنفوت حركة هيت هلا. Let's go. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 and relax. ليش منفوت هيك حركة بالورك اوت؟ منفوت هيك حركة بالورك اوت وخصوصا الحركة اللي عملتها هلا لارا. أول شيء منكون عم نساعد ميلة الهيبس إنه إذا في عنا مور فات فيهم أو مجمع فات أكثر فيهم نحرقهم. وبنفس الطريقة مثل ما كثير بقلب الحلقات صرنا حاكيين إنه الهيت ورك اوت بيحرق مور كالوريز وبيزيد الكارديو فاسكولار انديورنس. حنرجع نعيد البايسبس. ليتس جو. هالمرة حنكون اخدين سايد. نايس. ستارت. 1. فيري جود. نايس. هادي 1 رب. اجين. 2. نايس. جو. 3. الساعة على طول بايدنا. نايس. فيري جود. 4. بيرفكت. بيرفكت. Come on. And 5. Nice. And relax, Lara. حنعمل هامر. خلي الدمبلز بإيدك. حنعمل هامر. Go. Nice. Very good. 1. Perfect. 2. Nice. 3. Very good. 4. Nice. Very good. بعد 2 repetitions. Come on. 1. كتير منيح. آخر وحدة. Very good. And let's go. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. لاحظتوا جايز، بلشنا بايسبس كيرل هامر ونهينا بحركة هيت. هذا بسموه سيركت ترينينج. بعد عنا حركتين ترايسبس بنعملهم ومننهي فيهم. اوكي، حنبلش لارا كيك باك. اجر شوي لورا واجر لقدام. ايدنا على طول على السايد تبعنا. اند وي جو اب. ليتس جو. اعطيني دمبل عنك. نعملها بوان ارم. جو. لين فورورد شوي. لين فورورد شوي. فيري جود. 1. بيرفكت. 2. نايس. 3. Amazing. 4, 5, and 6. ومنعمل switch لتاني ايد. Very good. كل ايد حنعملها 6 repetitions. Let's go. Lean forward شوي لارا. ايدينا فوق. Nice. Go. عم نشغل هيدي العضلة. Very good. كتير منيح. كمان منعملها 6 repetitions. نايس. فيري جود. وحنفوت حركة هيت اللي عملناها على الستابر أول شيء كمان حنفوتها مع الكيك باك ترايسبس. أوكي؟ ليتس جو لارا. كمان على الستابر. 1, 2, 3, 4. فيري جود. 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. حنعمل آخر حركة ترايسبس اللي هي overhead ترايسبس extension. اوكي؟ Let's go. We go up.
نبرم شوي لنأرجي المشاهدين كيف كيمشين إيدنا من ورا. And let's go. One. Very good. Nice. Two. Three. Four. Five. And six. ومنعمل switch لتاني إيد. Very good. عطول. بدنا نضلنا كيمشين إيدنا مثل ما لارا عم بتأرجينا. لتضل الإيد ثابتة. كتير منيح. Very good. Three. تايمر عطول بإيدنا لنعرف قديش وقت عم نشتغل. Five. And six. And relax. Guys. هيك منكون اليوم عملنا full arms workout. Shoulders. Biceps. Triceps. وفوتنا معهم hip to burn more calories. From the Fit House Ray Team. Enjoy your day. وترين with Ryan.